صدر الدجاج المحشي بصلصة البندورة رح ناخد صدر دجاج، نص كوب من الجبنة الطرية من دبل بان، كوب سبانخ مفروم أو ريحان، جبنة موتزاريلا، وكمان رح نحتاج ملح، فلفل أسود، بهارات دجاج. للصوص رح أحتاج لبصلة مبشورة، معلقة صغيرة ثوم مهروس، كوب من عصير البندورة، معلقة صغيرة من الملح، فلفل أسود، بهارات مشكلة، مكعب مرق، ربع كوب أو نص كوب من الكريمة أو قشطة لونة، كوب من الجبنة الموتزاريلا. أول إشي بدي أعمل الصوص لأنه ما بدي ياخذ وقته يعني على النار. الصوص كتير إشي سهل، عندي هون زيت زيتون. أوكي. بدي أرجع لكم تقدروا تستخدموا زيت شعبان، أنتوا قدها لتعملوا أطيب الوصفات مع مجموعة شعبان، تمام؟ ومحضرين وصفات كتير مميزة يوم السبت رم شعبان. وبدي أحط الثوم بعدين أسقط عليهم أو أحط عليهم البندورة. أوكي. تمام؟ يلا شوفي يا ستي عايشة شو بتقول؟ تمارا وامتياز منورين، والشيف انت مبدعه وكل وصفاتك بتجنن، وصباح الخير. اهلا وسهلا فيكي. كمان هدى شو بتقول؟ طول حملها وهي بدها تسمي جولنار. اوكي. وبس ولدت سمت البنت جوليا. يعني ما بقول لك الواحد بقلب، ما بعرف ايش الفكره، ما بحكي لك. هلا هون كمان ابراهيم شكرا لك، كلماتك بتجنن، عم بتقول احلى يعني احلى وارقى عالم، وكل احترام والتقدير ويسعد مساكم بكل خير، شكرا. كمان هو نصيبي من اسمي، جدا جدا بحسه دلالة لكل شيء جميل ويسعد مساكم، شذا. يعني شوفوا قديش عندها متصالحة مع نفسها شذا، يعني حتى شايفة انه هذا الاسم اضاف لها، عرفتي؟ بس حلو اسم شذا. ما هو اسمع، الاسماء الحلوة ما بتقدري تحكي عنها. طب انت بتسمعي عن ناس مثلا بتصير تكوني قاعدة بقاعدة لنفترض لنفترض، يعني مش قادرة اعطيكم اسم حتى هيك مثال، بس اعتبروا مثلا سين من الناس اسمها هيك سين، انه كل اللي اسمهم سين بيكونوا قوايا، كل اللي اسمهم سين. انا بحس كل اللي اسمائهم احمد، اخوي احمد بوجه التحيه، بحس كل اسمائهم احمد قلبهم كتير طيب. يعني بتامني انه ممكن الاسم سوري خطيب مروه احمد، سامع لما حكي لحظه هون الكره بملعبي لو سمحتي، احمد خطيب مروه احنا بداله وبدونه، ويعني ما بيكون في عندي ولا هالقد بطاريه بالموبايل، بتعرفي انا عايشه اصلا على احمد والباور بانك تبعه. طيب انا احكي لكم عن الحشوه اللي بدي اعملها، عندكم سبانخ، عندكم ريحان، عندكم بقدونس، ما عندكم ولا شيء من الاعشاب، ما بدنا نستخدمها. عادي. تمام، عادي جدا. بدي استخدم الجبنه الكريميه من دبل بام. اوكي، بدنا ننزلهم رقم تليفون. هاي الجبنه الكريميه انا اوريدي بستخدمها للتشيز كيك، او بستخدمها حتى اليوم بوصفتي، جبنه طريه ما فيها ملوحه كثير طيبه، وهذه العلبه حقها 4.5 دنانير. تمام، اوريدي الصوص على النار، انا حطيت البصل، ثوم، زيت زيتون، والبندوره. هاي بس الحشوه اللي بدي اعملها، انا حاطه سبانخ صراحة. أوكي. ما كان عندي ريحان، مع انها مع الريحان بتشهي، بمعنى كلمة بتشهي. ما راح احط لا ملح ولا فلفل، بدي اخذ نكهة الجبنة منها، لاني كمان راح احط جبنة موتزاريلا. عندي هون صدر دجاج جبته من الجزيرة، جزيرة كيس استخدام، جبته حطيته بين كيس نايلون، طبعا صدر دجاج مسحب، حطيته دقيته شوي، رشة ملح، رشة بهارات دجاج او بابريكا او فلفل اسود اللي بدهم اياه. راح اخذ كميه بسيطه من الحشوه، هلا بدي اقول لهم ليش كميه بسيطه. يا سلام، بدي اعملها بهاي الطريقه. تمام، زي ما قلت لكم ما عندنا سبانخ، ما عندنا ريحان، ما عندنا بقدونس، بلا منه شيلوه. وعندي جبنه الموتزاريلا، هلا انا بدي اخيركم، تقدروا تاخذوا جبنه الموتزاريلا من السنبل البلوك، او تقدروا تاخذوا المبشوره، انا راح استخدم المبشوره عشان كان اسرع، مش اسرع الصراحه، البلوك بدي اعمل كميه بسيطه، فقلت خلص ما بدي استخدمه كميته كبيره، بدي احط جزء بسيط، وانا عندي المقلايه على النار، والفها بهاي الطريقه. يا سلام، عشان هيك كنت عم بتقولي بدك الستيكس. بالضبط، بدي عيدان خشب احطهم هيك، شوفوا قد ايه سهله. طبعا انا بدي ارجع اقول لكم انه انا حاطه اوريدي الصوص على النار، اللي هو عباره عن البصل، بندوره، الثوم، بدنا نحط عليه ملح، فلفل اسود، بدي احط عليه الكريمه بالاخر، عرفتي كيف؟ كمان مره ملح، بهارات دجاج، بهارات دجاج هدول، وعندي فلفل اسود او بهارات مشكله، بتقدروا تحطوا بابريكا. كميه بسيطه بسيطه من الحشوه، ما بدنا نكتر يا جماعه، تمام، ما بدنا نروح نكهه الدجاج، وما تنسوا انه بدنا نحطها بصوص. كمية بسيطة من جبنة الموتزاريلا من السنبلة، متوفر في كل الأسواق، شوفوا ما أحلاها، بس نلف رول. وبجيب العيدان الخشب وبحطها. طبعا عندي مقلاية على النار يا تمارا.
بدنا نحط فيها يا زيت شعبان يا زيت ذرة، تمام. وبدي ابلش احطهم انا على الجهة اللي مسكرة فيها لفوق تكون عشان اضمن انها تسكر. تمام هيك. طيب رح ناخذ اتصال معانا. الو. انا سرحت على فكرة كمان، مش بس الو. بتعرفي هون عم بتقول لي ميران، شوفي اسمها شو غريب، ميران. ميران حلوة. ميران بتقول انا بحس كلهم اسمائهم حلوين بالضبط. لا وسمت بنتها تمارا، والله انا كثير قليل لألاقي حدا اسمه تمارا. ليلى بتقول اسمي عاجبني كثير كثير كثير، اصلا ليلى كثير حلو، يعني قصص طلعت على اسم ليلى. يعني ما شاء الله ما شاء الله. بدي ادق على الخشب بس ما في حوالي خشب، يعني لما بيجوا يقولوا ادهى وقدود فعلا انتي ادهى وقدود، يعني اسم الله عليكي امتياز. يعني عرفتوا هاي اللي من هون لهون من هون لهون، ملكة المطبخ. حبيبتي تسلمي لي. طيب هلا شو صار؟ انا شايفتك عم بتسبكي. انا السمك الجاج شوفوا ما احلى لونه صار. انا بدي اياه ياخذ لون. لا تنسوا انا تبلته بملح وفلفل بابريكا، حطينا هون زيت زيتون بصل وثوم والبندوره. بدي احط البهارات اللي عندي. اول شيء ملح. اوكي. بدنا نحط فلفل اسود. البهارات الجاج اللي ضلت عندي بدي اضيفها، بدي اضيف شوي بابريكا. اوكي اذا عندهم مكعب مرق، انا برجع بقول لهم بيعطي نكهه لذيذه للاكل. هيك الصوص صار جاهز. عشان اعطيه كمان نكهه مميزه بدي اقول لهم دائما، بضلهم يسالوني يا بنستخدم كريمه طبخ يا بنستخدم قشطه. اوكي يا كريمه طبخ يا قشطه، فانا عندي لونا. هلا بدي اقول لكم بتقدروا تاخذوا كل الياز اللي بيلنا اياها. هيها مشقلبه هيها. بس بتعرفي يعني بس بحب اقول لك يعني مشقلبه ولا مش مشقلبه، مجرد انه منشوفها لحالها رح نعرف انها لونا، لانه يعني ما شاء الله العمر الطويل. بتعرفي تمارا وين بيلاقوها؟ دكانتي. فوتوا على ابلكيشن دكانتي اللي عاملين هلا عروض الاسبوعيه وعاملين عروض شهريه، وبتلاقوهم مكتوبين بالتواريخ وكل شيء، بدل ما تغلبوا حالكم تروحوا على المول دايركت من دكانتي. تمام. انا اللي طمني في موضوع انه ما اروح سوبر ماركت. هلا في ناس زي حالاتي ما بيحبوا، في ناس مثلا زي امتياز كل شيء بدها اياه بايدها تنقيه. هيك على فكره ماما بتعرفي اذا انا ما نقيتش الخضره بايدي مع ابلكيشن دكانتي اعطتوني ثقه كثير كبيره، بانه فعليا لما بلاقي ناس هالقد كان عندهم تحفظ يشتروا كل شيء بايدهم. وكنت تفرجوني الخضره شو كده مارس. احكي لك بدي اغششهم شوي. انا يوم السبت ان شاء الله عامله قرعه محشيه بالرز برز مهراجه واللحمه، بس راح احشيه جوا قرعه. يا سلام. رح اجيب. ما هي موسمها هلا. دكانتي بتقدروا بيحكوا لك بالاخر بس تطلبي الاغراض. بتحب تحكي معنا ولا خلص انتهى طلبك؟ انا بقول لا بحب احكي. اوكي. عشان كاني انا بنقي. رنيت عليه قلت له بدي هيك 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 القرعه، وبدي منظرها هيك وبدي شكلها. قال لي خلص شف وصلتك القرعه بهاي الطريقه. عرفتي كيف؟ وانا متاكده يوم السبت رح نكون مش متفاجئين انها وصلت على طلباتك الخرافيه والاشياء اللي انت بتطلبيها معقده اظن انت يا. ولا معقده ولا شيء، والله الاكل معي صعب. لا مش الاكل، بقول مثلا بتخيل حالي وبحكي معك امتياز. جبد القرعه تكون هيك نظيفه كبيره. هلا هون من غير ما توصيهم الخضره بتجيكي اوريدي نظيفه وما احلاها وكل شيء، بس صراحه انا بدي اياها حجمها كبير. هون بيبيعوكي بالكيلو، الكيلو ممكن يكون قطعه من القرعه. انا قلت له اياها بدي اياها كامله، لاني بدي احشيها وبدي احطها بالفرن، بدي اياها متكتكه. بدي اياها متكتكه. طيب هلا هاي راح اتركها على النار تقريبا 15 دقيقه، فما راح اغرفها هلا عشان تستوي. بقدرش ما اسويها بيقتلوني. خليني اخذ اسكوب الدجاج. خلاص تقريبا جهز. انا حطيت بس زي ما قلت لكم جبنه موتزاريلا على الوجه. كل الشركه واضح في جطين يا مروه. والله عشان هيك عملت جطين. والله يعني بتعرفي كيف انا عارفه ايش راح يصير. لا وانت شايفه الدجاج يا مروه، شايفين الدجاج؟ شايفين يا شباب؟ طب ايش اضل اذا الكل اخبي ايش ضل؟ لا شوفي انا إيش؟ انا بقول لك الحل. كل اثنين لا مش رح نقطع بعض، رح نقطع الدجاجه. لا بتقول لك احنا قسم النساء نتوصل بعض، انت توصي فيها وما عليكي. خلص انا بامن لك. شوفوا لي هالدجاج يا الله ريحته يا الله، مش لانه عن جد وصفه مميزه مختلفه سريعه قريبه للقلب. جربوها بليز. جيهان عم بتقول لك يسلموا ايديكي وايديها، يعني عم بتقول لك مستحيل. كمان هون مها بتقول لك يا سلام، اسمع عم تقول لك احلى شيف امتياز واكلاتك من الاخر. شكرا كثير. جربوهم بس مش من الاخر وما يجربوا، ما هو هاي الفكره.
لا اكيد بدهم يجربوهم، يعني عم نحكي لك الموضوع جدا سهل. افرجيكي بس انا اطبق بعمل لك. لا انا 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 تمارا غير مسؤوله عن اي شيء بتطبقه من وصفاني بالضبط هيك.